تعزيز قدرة الشباب على الإنتاج والإبداع والابتكار وخلق مزيد من فرص العمل توصية أميرية سامية لدعم الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة القوى العاملة ومركز خاص بهذا الشأن. الهيئة العامة للقوى العاملة قد أولت المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيرا، حيث حرصت على مشاركة الشباب منذ اللحظة الأولى في عملية اقتراح القرارات الخاصة بهذه المشروعات، بل وفي متابعة تنفيذ هذه القرارات وفقا لآلية مؤسسية تم تشكيلها من جانب الهيئة تمثلت في اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب. اهتمام مؤسسي لكويت جديدة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية 2035. اليوم قاعد نشوف أن الكويت قاعد تتجه وتدعم تطبق كلمة صاحب السمو في دعم أصحاب مشاريع صغيرة، وهذه أكبر بادرة اهتمام الحكومة بالشاب الكويتي لتطوير أعماله. أصبح الشاب اليوم سهل أنه يأسس رخصته ويقوم في أعماله عند جميع وزارات الدولة. كل وزارات الدولة ساهمت في هذا المركز وصارت متواجدة لتسهيل العمل لأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة وتمكينهم من القيام بأعمالهم. دمج الشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية هدف وضع نصب الأعين والمضي نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير عمالة قوية ومنتجة. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.